توجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إلى نيويورك في زيارة عمل تستغرق يومين. يهدف ذلك لمشاركة الوزير كمتحدث في جلسات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة والمقرر أن ينعقد بمقر الأمم المتحدة ضمن فعاليات قمة أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل، والتي تعد تمهيدا للقمة الرسمية المزمع عقدها بالتزامن مع الأسبوع الرابع المستوى للدورة 79 للجمعيات العامة للأمم المتحدة.